الصيد بيعلم الصبر، والصبر مفتاح الفرج. احنا النهاردة يعني مع عم شعبان بقاله 50 سنة بيقف نفس الوقفة بيصطاد. ممكن يصرف 500 جنيه، ما عندوش مانع، وممكن تيجي سمكة بس مبسوط. نسمع الحكاية بالكامل من عم شعبان ونستفيد من خبراته اللي اتعلمها من الصبر ومن الصيد. عم شعبان، عم شعبان بقالك 50 سنة هنا بتصطاد في كل حتة. طب خلينا نركز معاك، قولنا انت بتعمل ايه دلوقت؟ بتصطاد. قولنا بقى بتعمل ايه؟ بترمي الصنارة ولا بتسحبها؟ برميها في المايه عشان برمي الطعم في السن عشان سمكه تاكل تاخدها. الصيد علمك ايه؟ علمني الصبر كنت البال. انت بتقول ان انت مش هنا بس. ايوه. انا رحت فين تاني؟ يعني ايه الاماكن اللي انت رحتها؟ رحت المنيا، ورحت بني سويف، ورحت العياط. منيا، بني سويف، العياط، ايه تاني؟ اسكندرية؟ لا ما اسكندرية ما بحرتش. لا ما اسكندرية مالح، انا بصد ما حلو. البدرشين، التبين، الاوساطي، كل ده رحناه عمري يعني. الصيد علمك الصبر طبعا، واللف، وان انت رحت الاماكن دي كلها علمك يعني حاجات كتير في الحياة. انا عايز استفيد منك. عايز اعرف ايه اكتر الحاجات اللي اتعلمتها من الزمن واللف والمروح مش اكتر منها هواية ومتعة. انا عايزك بس تعلي صوتك عشان الناس تسمع. ولا هواية ومتعة. متعة. ودي يعني هواية اللي بتدرب بيها زي اي هواية. شد الواحد ينزل في اي وقت بالسير، ممكن ينام بعدها نومه كده ويجيله فكره يقوم ياخد عدته وينزل يصطاد، او تخطر له على باله فكره كده انه هيروح مكان جديد هيكتشفه. بقالك 50 سنة. انت عندك كم سنة يا عم شعبان؟ عندي 72 سنة. يعني انا بصطاد وانا عندي 22 سنة. اكيد كان في لمسات في البداية هي اللي خليتك تهوى الصيد. هي ما احنا والدك مثلا كان بيحب يصطاد اصلا؟ لا والدي كان بيمنعني من الحكاية دي. ما كانش بيحب ده؟ لا. كان بيخاف عليك من البحر؟ كان بيخاف عليك. يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي موقع عين مصر، يعني هنا من على يعني كوبري الجلاء يعني بنرصد لحضراتكم هنا عم شعبان واصدقائه بيجوا كل يوم يصطادوا سمك، يمكن مش عشان السمك نفسه بس عشان هواية حب الصيد. حضرتك اسمك ايه؟ تمام. عم شعبان انا عايزك تقعد عادي طالما في مساحه ان انت تقعد عشان تصطاد. بتستخدم ايه؟ بستخدم في كذا حاجه للاستخدام. في طعم دود، في عجين، في ريم، في حاجات كتير. طب وتورينا الحاجات اللي معاك. الحاجات اللي معايا دلوقتي طعم بس. ورينا كده الطعم دي. براحتك. ما هي دقيقتين وهنقفل. الطعم دوت يعني بتشتروه ولا بتجيبوه من الاراضي الزراعيه؟ لا بنشتريه من عند ادوات الصيد. بكام بقى كيلو الطعم من ده؟ الموسم بيوصل
بيوصل 900 جنيه في اول الموسم. لما الموسم يبتدي رايح بيوصل 800 700 كده. انت قلت لي جمله برضو من شويه، قلت لي ان انا ممكن عشان اقعد القعده دي اصرف لي 500 600 جنيه. اه بس مش كل يوم انا بصطاد. مش كل يوم. انا ممكن انزل 3 ايام. 3 ايام في الاسبوع. 3 ايام في الاسبوع. طب ال 500 جنيه او 600 جنيه دول بتصرفهم على ايه يعني مثلا؟ بالمواصلات واكل السجاير ودود، لان الدود غالي. يعني انا ما راح اجيب ثمن دود ب 120 جنيه. وتاكسي يجيبني مثلا هذا كمان 80 جنيه، هذا 200 جنيه. زاد اكل وشرب وحاجه ساعه وحب السجاير، كل دي مصاريف. اكبر سمكه اصطادتها يا عم شعبان كانت قد ايه؟ كانت حوالي 7 كيلو. 7 كيلو وكانت منين بقى اصطادتها؟ من هنا؟ طب معايا اغرب موقف حصل لك وانت بتصطاد؟ طلعت سمكه كبيره كانت بتوقعني في المايه. ضربت سمكه كبيره شدتني في المايه. بقت هي اللي تشد. طب حد كان واقف معاك ولا؟ لا هي قطعت. نقصت نفسك؟ قطعت الصنار. قطعت الصوت مش. ده اغرب موقف. طب احسن المواقف اللي انت بتشوفها وانت هنا على كوبرا سيدي؟ لا، انك بتطلع سمكه كبيره بتبقى متعه. وهي دي بدايه اول خيط ان الواحد يتعلم او يتعلق بالصيد. عندك ولاد اكيد؟ عندي. بتعلمهم الصيد ولا بتخاف عليهم زي ما والدك كان بيخاف عليك؟ لا، عندي ثلاثه منهم اتنين غاويين وواحد مش غاوي. لما بتروح البيت بسمكه كبيره واللي هو كله هيقعد وهياكل منها، بيبقى احساسهم ان ابوهم اللي هو اللي اصطاد لهم السمكه دي؟ بتبقى فرحه. لا، احساس انها فرحه. ايه رايك في المثل اللي بيقول لك لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطاد؟ لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطاد. مثل فين؟ انا مؤمن بيه. طب انا عايز منك نصيحه بتنصحها لاولادك دايما لما بتصحى الصبح بدري كده، اول ما بتشوف ابنك في وشك النصيحه بتاعت كل يوم؟ اقول له صلي وادعي، صلي لله وادعي، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. يا عم شعبان، حابب تقول اي حاجه قبل ما ننهي الفيديو ده؟ انا بشكرك واشكر الوقت اللي قضيناه مع بعض، وانا بحب ما ببخلش من ان ادي خبرتي لاي حد عايز يعرف اي حاجه. تسلم يا عم شعبان، تسلم. انا بحب الناس كلها، والناس دي كلها بس طبعا كل زمان شوف كده مشغول. ربنا يحبك فيك خلوه يا عم شعبان، انت راجل محترم وراجل يعني. انت حبيبي كويس. حضرتك ايه بقى؟ حسام. حسام تبع ايه بقى؟ موقع عين مصر. عين مصر، ماشي حبيبي. ماشي يا عم شعبان. متابعينا الكرام في كل مكان، يعني متابعي موقع عين مصر، يعني كنا مع عم شعبان. عم شعبان بقاله 50 سنة هنا على كوبري الجلاء والمنيا وبني سويف العياط البدرشين الأوساطي، لف مصر كلها عشان حبه للصيد. وزي ما بيقولوا الصيد بيعلم الصبر، والصبر مفتاح الفرج. متابعينا الكرام في كل مكان، انتظرونا في لايفات أخرى.